يقول: وقال عليه السلام: الولد مبخلة مجبنة محزنة، فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية. الولد مبخلة مجبنة محزنة. كيف يكون الولد مبخلة؟ الإنسان قبل ما يكون عنده ولد تلقى ما شاء الله ربما اليد يعني سيالة، يد مبسوطة، ينفق يمينا وشمالا، قال لك أنا يكفيني كذا ويكفيني كذا، لكن بعد أن يأتي الأبناء وتأتي الذرية وكذا يصبح تفكيره مع أبنائه حتى وهو يفكر في الإنفاق. لا شك أنه يجتهد لأن يبقي لهم شيئا، لأن يصنع لهم شيئا، لأن يفعل لهم كذا وكذا وكذا. هذا في كثير من الأحوال قد يرده عن خير كان يقدم عليه في السابق، فصار أبخل مما كان، شح قليلا بالمال. فالولد مبخلة أي سبب للبخل. والولد مجبنة، ترى الفارس في الهيجاء إذا ثار النقع تلقاه لا يبالي، يلقي بنفسه في المعمعة يصول ويقول ويقطع الأعناق والسيوف، ما عنده مشكلة، هناك النفس الدم يثور ويغلي، إما نصر وإما شهادة، حتى في غير يعني المسلمين كل إنسان وحده وفيه بدايات الشباب وحماس تلك الفتوة تلك الفترة، ولكن بعد أن يرزق بالأطفال ها في الغالب تجده باغي ينتصر بس لأنه باغي يرجع يشوف الولد ويشوف الولد ويشوف الزوجة وتشوفه. فالولد أيضا مجبنة، تجده ربما يقول لك تعقلت الآن، لا أرمي بنفسي هكذا في المعمعة وإنما أقيس الأمور وأزنها، فهنا قليل من الجبن صار في النفس، قليل من الجبن لم يكن في النفس سابقا. ومحزنة كذلك الولد أيضا قد يأتي بالحزن، مرضه وفقده وما يصيبه من مكروه وغير ذلك يؤثر في الرجل. الولد مبخلة مجبنة محزنة، فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية. ومعنى الصبر عليها هو أن لا يركن إليها، وأن يعلم أن ذلك مستودع عنده، وأن لا يرسل نفسه في الفرح بها، ولا ينهمك في اللهو واللعب والتنعم بها، وأن يراعي حقوق الله تعالى.